بعد ألمانيا أنجيلا ميركل عن تأييدها للإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، مشيرة إلى أن إيطاليا استعادت ثقة المستثمرين بفضل هذه الإصلاحات. وقدرت عن زيادة الحد الأدنى للأجور ومنح إعانة للشبان الذين يواجهون أوضاعا صعبة ورفع الميزانية المخصصة للسكن الضروري. وقال رئيس الوزراء جون في المدى الطويل